السلام عليكم، رجعنا بعد الريست. هنكمل ليسن 3 في يونت 3، واللي بتتكلم بصفة خاصة عن ما يعرف ب، نجيب الدروينج ده زي الشطار، بالكونتينيوس فاريبل. الكونتينيوس فاريبل كنا درسنا الديسكريت فاريبل، وعرفنا ازاي نقدر نشتق حسب المسألة الديسكريت فاريبل فاليوز من المسألة، ونجيب لها probability distribution. وبعد ما بقى عندنا probability distribution، عرفنا ازاي نقدر نجيب لهذا المتغير المين، او اللي بنسميه الميو، او بنسميه expected value، ثلاث مسميات بالقانون بتاعه. وعرفنا كمان ازاي ممكن نجيب الفاريانس اللي هو سيجما سكوير او الديسبيرشن، كويس، التباعد برضو بالقانون بتاعه. وخدنا شوية امثلة على lesson 1 و lesson 2. النهارده هنتكلم عن نوع اسمه الكونتينيوس فاريبل، واللي بيبقى معاه حاجه اسمها الكونتينيوس بروبابيلتي ديستريبيوشن، اللي ساعات بنسميها كمان الدلع بتاعها دينستي فانكشن. حلو، بنقول الفكره بقى، هو ايه فكره اصلا الكونتينيوس فاريبل؟ الكونتينيوس فاريبل ده او كونتينيوس راندوم فاريبل ماله؟ بيكون ليه رينج، يعني ملوش قيم كده متقطعه، او بيكون ليه انترفال. اوكي، بما ان هو انترفال يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو رحنا اهو، خليني رحت اهو وقلت ان متغير فاريبل ده راندوم فاريبل ده اكس ماله، بياخد قيم مثلا من 0 الى 5 كونتينوس، يقدر ياخد اي قيمه في المنطقه دي. فمش منطقي ان انا اقوم عامل جدول كده اهو، هات القلم الاحمر الجميل اهو، واقوم قايل ادي اكس وادي probability اكس، واقوم جاي هنا اقول ادي 0 واحط لها هنا احتمال، وبعدين 0.1 وحط له احتمال، بعدين 0.2 وحط له احتمال، بعدين 0.3 وحط له احتمال، بعدين 0.4، افضل ماشي كده لغايه لما اوصل ل 5. يا خبر ابيض، ده انا هاكل بوز اللحاف. الكلام ده مش منطقي خالص. اولا مش منطقي لعده اسباب. اول سبب ان عدد القيم الكونتينيوس المستمره من 0 ل 5 يعتبر لا نهائي، يعني انفاينايت. جميل، ده اول حاجه. والحاجه الثانيه ان في حاله الكونتينيوس راندوم فاريبل المتصل زي ده، probability ان اكس تاخد قيمه معينه حتى لو اي قيمه في النص نوع، وليكن ياخد القيمه 1.5، probability ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0، ملوش قيمه. ما اقدرش احسب probability عند نقطه. الله، امال ازاي احسب probability؟ اقدر احسب probability عند فتره. يعني ايه فتره؟ يعني اقول له ان probability ان اكس اكبر من 1 واقل من 3، اقدر اجيب لها قيمه. لكن عند نقطة probability المتغير continuous ان يكون موجود عند نقطة، هذا الاحتمال دايما بصفر، وهنفهم ليه بصفر. بنتكلم على مين احنا بقى؟ بنتكلم على continuous ايه؟ random variable. اوكي، مبدئيا فهمت منك ما ينفعش اجيب احتمال عند نقطة لانها بزيرو. والحاجة الثانية ان لو قعدت اجيب كل نقطة في المنطقة دي هيبقى عندي عدد لا نهائي من النقط، فمش هينفع ابدا احطها في صورة تيبل كده، مستحيل. ماله؟ مستحيل. سمعوني تاني؟ مستحيل. سمعوني تالت؟ مستحيل. جميل، يبقى اتفقنا unlogic to tabulated like a discrete random variable. نقدر نجيب probability فترة، probability ان x اكبر من a واقل من b، وساعتها probability دي لو دي اسمها a ودي اسمها b وده هو density function بتاعتي، فprobability ان x اكبر من a واقل من b عبارة عن الاريا اللي under the curve اللي بيصف الـ probability density function. هو ده الـ probability، عبارة عن الـ area. جميل، فالشكل ده ليه area طبعا، لكن عمر ما اللاين بيكون ليه area، مش كده برضو؟ طيب، فبنقول بقى definition of density function: let x a continuous random variable. ماشي، then the real valued function f is called density function، ودي الدالة بتاعت الاحتمال بتاعت الـ continuous variable اللي اقدر اجيب منها probability ان اكس جوه اي رينج داخل المنطقه بتاعتها، the area under the curve of the f bounded by ان اكس بتساوي a واكس بتساوي b، هي دي المنطقه. طبعا بشرط ان الاي تكون اقل من البي في الحاله ديت، تبقى هي الاريا دي. يبقى الاريا عباره عن ايه في الحاله دي دلوقتي؟ الاريا عباره عن probability. الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن probability في حاله مين؟ الكونتينيوس راندوم فاريبل. طيب ماشي، اوكي. ونقول معلومة بقى مهمة،
احنا اتفقنا في معلومه قلت لك probability ان اكس بتساوي فاليو معينه ده بيساوي زيرو، ملوش معنى. بما ان ملوش معنى عشان كده هنكتشف حاجه ظريفه جدا في النوع ده من الايه، من الفاريبل. ايه النوع ده؟ لو انا جبت probability ان اكس اكبر من ايه واقل من بي، حيث ايه بي اي قيمتين، هي probability ان اكس اكبر من او بتساوي ايه واقل من بي، لان التساوي ملوش معنى قيمته زيرو. هي probability ان اكس اكبر من او بتساوي ايه واقل من او بتساوي بي، هي ما تفرقش برضه. هي probability ان اكس مالها بقى اخر حاله، احنا عملنا الاثنين انها اكبر من ايه واقل من او تساوي بي، هي يعني موضوع التساوي ده ما يفرقش معايا في حاجه، مش ده اللي واضح من الكلام؟ موضوع التساوي، لان probability ان المتغير اكس يساوي قيمه معينه ده بيساوي زيرو، ملوش مينينج. طيب فهمنا الكلام الجميل ده وشفناه هنا اهو مكتوب اهو. اوكي بنقول بقى حاجه ظريفه، generally any function fx will be a density function. امتى هنعتبرها density function؟ of a continuous random variable if it satisfies the following condition. زي ما هناك كان في شرطين هنا برضه في شرطين، لازم الكيرف بتاع fx ده يلاي above the x area. فهمت، يعني ما ينفعش تيجي لي مساله كده اهو كده ينفع واقول لك ان دي هي density function. كده ينفع، لكن ما ينفعش، يعني دي كويسه كوريكت، لكن ما ينفعش يبقى عندي حاجه بالشكل ده ارسم لك كده واعمل لك الكيرف كده واقول لك هو ده الدينستي فانكشن. لا ما ينفع، ده مرفوض، لازم يكون اباف، يكون فوق. طب ليه لازم يكون فوق؟ لاننا عندنا معلومه مهمه جدا، لازم البروبابيلتي ده اي بروبابيلتي يكون اكبر من زيرو، ولا ينفع البروبابيلتي يكون بالسالب؟ لا طبعا ما ينفعش البروبابيلتي يكون بالسالب، ده ريجكتد. يبقى لازم الكيرف يكون اباف الاكس اكسس، ده الاكس وده الواي، ده اول شرط. طب في شرط تاني؟ ايوه في شرط تاني، هنشوف الشرط التاني، تعال نقول له نيو. الشرط التاني بيقول ايه؟ بيقول لو انت اديتني الدينستي فانكشن اهي بتاعت متغير، قلت لي هو ده شكلها منين؟ من اول قيمه ايه الى القيمه بي، هي دي المنطقه اللي بتحرك فيها الراندوم فاريبل. لازم الاريا في المنطقه دي كلها اللي بيتحرك فيها الراندوم فاريبل، لو كان هو بياخد قيم، لو اكس مسموح له من اي الى بي، طبعا ممكن تحط تساوي ممكن ما تحطش زي ما اتفقنا، ايه لازم الاريا دي كلها تبقى ايه تساوي واحد صحيح، عشان هي مجموعه الاحتمالات، والا يبقى الدينستي فانكشن دي مش سليمه. اوكي يعني هنا الاكس وهنا الاف اكس او الاحتمال. جميل، اهم الشرطين موجودين عند حضرتك اهو، the area under the curve ده bounded by x axis ماله equal to 1. جميل، طب السؤال المهم بقى، هنحسب probability ازاي؟ ما احنا قلنا probability عباره عن area. طب ده كلام جميل، فهتحسب الاريا، فانت في شويه قوانين كده مهم ممكن تبقى عارفها للاريا، some area rules. ايه ده؟ وريني ايه صنع الاريا رولز. لو كانت المساحه عباره عن ريكتانجل فهي عباره عن اللينس في الويدث، الطول في العرض، مش كده؟ اما لو كانت الاريا عباره عن تريانجل فهي هاف ملتبلاي البيز لينس في الهايت، اما لو كانت ترابيزيوم فهي عباره عن هاف ملتبلاي السم بتاع التو بارل بيزز ملتبلاي الهايت. دي الرولز. الحقيقه اكثر الرولز اللي بتستعلم هي دي الثالثه. ليه؟ ان اغلب المسائل بيكون الكيرف اللي بيرسم لك الفانكشن اللي بتوصف البروبابيلتي الكونتينوس، اغلب المسائل اللي بتجي لكم، اغلب، انا قلت اغلب عشان انتوا في ناس تانيين ممكن تلاقي يقول لك كل المسائل، انا قلت اغلب المسائل، بيكون شكل الكيرف كده. طيب وهو ادي الاريا الاولانيه، ادي اول حته في الاكس وادي اخر حته في الاكس، فالمنظر ده ايه؟ ترابيزيوم، مش كده؟ ده منظر ترابيزيوم. هجيب الاريا بتاعته ازاي؟ بيقول لك تجمع البيز ده والبيز ده، كويس؟ تقسمهم على اثنين وتضربهم في الايه؟ في الارتفاع ده، بنسميه الارتفاع. اوكي، وبالتالي في عندي رولز ممكن تستعملها باستمرار، ما دام ايه؟ قلنا الرولز هنستعملها لما تكون الفانكشن انكريز بالشكل ده او ديكريز، لان في الحالتين هي بترسم شكل ترابيزيوم، اي شكل ثاني غير كده خد بالك.
يبقى خد بالك تاني. طيب وبالتالي بتبقى عندي رولز ظريفه قوي بحسب بيها اهو، حطيتها لك انا اهي الرولز دي. لو انت عايز تجيب الاريا من اول الاي لغايه البي، بتجيب قيمه الفانكشن عند الاي اللي هي هتبقى الارتفاع ده، وقيمه الفانكشن عند البي اللي هي هتبقى الارتفاع ده، هتجمعهم وتقسم على 2 لان هي الرول كده بتاعت الترابيز، وتضرب في البعد بينهم، البعد بينهم اللي هو بي ماينس اي، البعد بينهم، وبالتالي دي رول عندي اقدر اطبقها. جميل. يعني بمعنى اصح لو جه في مساله وقال لك انا عايز الاتي، نفترض كده اهو في مساله زي كده اهو، جه عند الخط ده اللي هو 1 وعند الخط ده مثلا اهو اللي هو 3، هو عايز يجيب الاريا دي. خلاص دي سهله قوي. يبقى probability ان اكس اكبر من او تساوي 1 واقل من او تساوي 3 بتساوي، اروح اجيب دي اسمها الاف اكس، ايوه اروح اجيب قيمه اف اكس عند النقطه الاولانيه اللي هي 1 زائد قيمه الفانكشن عند النقطه الاخيره بالنسبه لي اللي انا عايز احسب احتمال عندها اللي هي 3. لما اجمعهم على بعض الاثنين دول اقسمهم على الاثنين ماشي، واضربهم في ايه؟ في البعد بينهم، البعد بين ده وده، يعني اضربه في 3 ماينس 1، اللي هيطلع ده هو probability ان اكس اكبر من 1 واقل من ايه؟ من 3، ايا كانت بقى في المساله. اوكي؟ يبقى ده القانون. اف عند اول نقطه بلس اف عند اخر نقطه انت عايز تحسب عندها، تجمعهم وتقسم على 2 وتضرب في البعد بين النقطتين. دي الرولز عاده. ادام هي شكل ترابيزيوم زي الاشكال دي. لو شكل تاني هنشوف ممكن ايه الفكره اللي تبقى فيها. عاده شكل الترابيزيوم بيكون الفانكشن يا اما متزايده increased يا اما متناقصه decreased. جميل. هنشوف القصه دي ممكن تيجي ازاي. اهي ادي اول مساله. مساله بتقول ايه بقى؟ تعال نشوف بقى المطلوب في المسائل دي. مساله بتقول ايه؟ let x be a continuous random variable. الله اكبر. الله اكبر قال ايه؟ قال continuous. اغلب مسائل الكونتينيوس، مش اغلب ده لازم، مسائل الكونتينيوس تيجي في شكل فورمولا. تيجي في شكل ايه؟ فورمولا. ما ينفعش احطها في صوره تيبل واحنا شرحنا السبب. لان الاحتمال عند اي نقطه بيساوي صفر في حاله الكونتينيوس، في حاله الكونتينيوس. تاني. طيب. variable with a following density function. وبما ان هو كونتينيوس سميناها density function. ما سميناهاش بقى probability distribution function، سميناها density function. واداني الشكل بتاعها. قال لي ان شكلها 2 multiply 1 plus x over 27 ده امتى؟ في الرينج ده. طيب احنا متفقين اتفاقيه لو دي نست فانكشن لازم الاريا كلها من اول نقطه في الاكس لاخر نقطه في الاكس الاريا كلها او مجموع الاحتمالات تبقى بايه؟ تبقى ب 1. طيب احنا متفقين على كده وزيرو اذروايز. طب عايزين نتاكد. هو حتى جابها لك اول مطلوب. قال لك شو يا عم؟ ان probability ان اكس اكبر من 2 واقل من 5 او اكبر من 2 واقل من 5 يعني في الاريا كلها بتساوي 1. ده عايز يتاكد. دي حته تاكيد زياده. حاضر هتاكد لك. وبعد ما تاكد لي بقى ان الكلام ده صح وانها فعلا دينستي فانكشن ايه؟ اوجد الاحتمال ده. حاضر. وبعد كده اوجد الاحتمال ده. حاضر. دي المساله. هحل المساله دي ازاي؟ سهله جدا. ازاي؟ اقول لك ازاي. اول حاجه لرايي الشخصي بما اني راجل بتاع ستاتستيك وبتاع probability قضيت نص عمري في الموضوع ده او يعني بلاش نص عمر ربع عمر. اوكي؟ طيب فهنعمل ايه؟ فهنرسم الرسمه كده الاول كنوع من الطمانيه واحاول ادي اكس وادي الاف اكس احاول ارسمها. دي حته زياده من عندي بس معلش ريحوني. هي اكس بتقول ايه؟ كب 2. طب لو حطينا هنا مطرح 2 تعالى اكتبها قدامنا عشان نبقى شايفينها. اف اكس اهي كانت عباره عن 2 multiply 1 plus x divided by كام يا عم؟ divided by 27. والاكس كانت من كام لكام يا عم؟ هقول لك حالا. الاكس كانت من 2 الى 5. وهنا في ايكوال مفيش. وايه؟ وزيرو اذروايز. اوكي. طيب يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. تعالى نعوض عن اكس ب 2. اكس بايه؟ ب 2. هنلاقي ايه؟ 2 بلس 1 ب 3.
مش كده؟ 2 plus 1 ب 3 multiply 2 يبقى 6. 6 over 27 يطلع كام الرقم ده؟ 6 over 27 تقريبا كام؟ تعال نشوف كده، تقريبا هيطلع اهو رقم كده هنا اهو 6 over 27 يبقى اطلع عند 2 كده بخط لغايه ما اقف. اوكي طب وعند 5 يبقى 5 plus 1 ب 6 6 في 2 ب 12 12 over 27 الثانيه هتبقى 12 over 27 لو نزلنا اهو 12 over 27 يعني اعلى شويه كده ادي 12 over 27 حلو يبقى عند 5 هنا اهو في نقطه عاليه كده اوصل النقطتين ببعض الله خط مستقيم كده زي الفل يعني ترابيزيوم اطمن بس تمام حلو عايز اجيب الاريا دي كلها بقى بيقول لي اثبت ان الاريا دي كلها ب 1 لان هو دينستي فانكشن اقول له يا سلام عشان اجيب الاريا دي كلها يبقى سعادتك عايزني احسب لك probability ان اكس اكبر من او يساوي 2 واقل من او يساوي 5 يبقى دي ليها قانون هجيب الاف عند ال 2 حاضر هجمع عليها الاف عند ال 5 حاضر وكل دول هقسمهم على 2 حاضر برضه واضربهم في ايه الفرق بين ال 5 وال 2 اللي هو 5 ماينس 2 طيب تعالوا نجيب على جنب بقى هنا اهو هات كده الاستيكه ونمسح الجزء ده تعالوا نجيب على جنب الحاجات اللي احنا عايزينها عشان نقدر نحسب الاحتمال ده اللي هو بيقول لي اثبت انه بيساوي 1 حاضر هجيب اف 2 بتساوي كام؟ عوض عن اكس ب 2 يبقى 2 بلس 1 ب 3 في 2 يبقوا كام؟ 3 في 2 ب 6 اوفر كام؟ اوفر 20 يبقى ده 6 اوفر 27 اذا انا بضيعت ليه؟ ما انا كنت جايبهم قبل كده طيب واف عند 5 هعوض ب 5 كانت ب 12 اوفر 27 هجمع الاثنين دول على بعض 6 اوفر 27 ايوه بلس 12 اوفر 27 ايوه كل ده ديفايد باي 2 ايوه مضروب في الفرق بين الايه ال 5 وال 2 الفرق 3 حلو لو جمعنا دول مع بعض هيطلع الجواب يبقى 18 حلو اوفر 27 كل ده هيتقسم على الاثنين الكلام ده لما يتقسم على الاثنين ده لما يتقسم على الاثنين كل المقدار ده 6 زائد اوفر 2 تعال نبص كده برضو ممكن نلاقي الاجابه ان هو من ده وقت الكلام ده كله لما يتقسم على 2 هيبقى 18 اوفر 9 18 اوفر 9 ليه بقى اوفر 9 هقول لك ليه اوفر 9 كل ده كده اهو اوفر 2 على 1 كل ده ملتبلاي 3 طيب ما هي 3 دي ممكن تروح مع 27 يطلع 18 اوفر 9 مقسومه على 2 اوفر 1 يبقى ممكن ايه اكتبها كده ايكوال اللي بيعرف ماس بقى ممكن تعملها بالكالكليتر 18 على 9 ملتبلاي 1 على 2 ما هو 2 في 9 ب 18 وفوق في 18 يبقى الجواب يطلع ايه 18 على 18 يطلع 1 وده اللي كان عايز يوصل له الراجل 18 على 18 هيطلع بيساوي 1 يبقى ده اول مطلوب بما ان مجموع البروبابيلتي في المدى كله بتاع اكس من 2 ل 5 طلع ب 1 يبقى ده كده انت اكدت ان دي عباره عن ايه دينستي فانكشن يبقى ممكن يقول لك شو ذات ان probability ان x اكبر من 2 واقل من 5 بيساوي 1 او ممكن يقول لك show that ان دي dynasty function نفس السؤال انك تجيب مجموع الاحتمالات من اول نقطه في x لاخر نقطه في x ويطلع بيساوي 1 طيب طبعا هنا بقى كلمه مجموع الاحتمالات يعني تعمل area بالقانون اللي قلنا عليه جميل المطلوب الثاني ايه بقى؟ خلاص اول واحد طلعناه المطلوب الثاني عايز probability ان x امسك المساله ماله نمسح بقى الحته دي نروح كده اهو حتى ممكن نعمل كده اهو واحده جديده وكانت عندنا الرسمه كده لو تفتكروا انا فاكر كان شكلها كده عامله كده وعامله كده وعامله كده وهنا كان ال 2 وهنا كان ال 5 وكان ده رقم وده كان رقم ده كان كام وده كان كام يا باشا هقول لك واحد منهم كان 6 اوفر 27 والتاني كان كام؟ التاني كان 12 الارتفاع عند النقطة دي 12 over 27
طيب هو عايز ايه بقى دلوقتي؟ مطلوب التاني probability ان x، ايوه قول لي هو عايز ايه. probability ان x less than 5، لا less than 4، less than 4 والله قال كده. probability x ايه؟ less than 4. بصوا بقى على ارسم ال 4 ادي ال 4 less than 4، انزل تحت. بس مهما نزلت تحت مش هقدر اعدي الاثنين. ليه مش هقدر اعدي الاثنين؟ لان اصلا x من 2 ل 5، يبقى لازم فور الحته دي. ايه ده؟ يعني انا اقدر اقول كده اهو، دي عباره عن probability ان x لازم فور بس greater than كام؟ 2. مش ممكن تعدي، ممكن تعدي 2. طب ما دي خلاص ده probability بين منطقتين، خلاص يبقى هقول f2 هجيبها زائد f4 هجيبها واجمعهم على بعض واقسمهم على الاثنين واضربهم في الفرق بين ال4 وال2، ادي 4 minus 2. خلاص قانون بقى بنعوض فيه. F2 اجيبها ازاي؟ ما انا عندي فانكشن ليها شكل معين، هات لي شكل الفانكشن بعد اذنك من فوق عشان عايز اعوض فيها، اللي هي كانت 2 كانت Fx كانت عباره عن 2 في 1 بلس x اوفر 27، والx من 2 ل 5 و0 otherwise. جميل، يعني انت لو عايز تجيب F2، هو F2 عندنا الحقيقه كنا حاسبينه قبل كده، F2 كنا حاسبينه كان ب 6 over 20، ف F2 انا عندي مش هعمل فيه اي مجهود، كان ب 6 over 27. طيب فاضل لي اجيب F4، طب ايه المشكلة؟ F4 بيساوي، عوض بقى ب 4، 4 plus 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، يعني 10 over 27. خلاص يبقى probability اللي انت عايزه ده عبارة عن F2 6 over 27 plus 10 over 27، كل دول هاخدهم اقسمهم على الاثنين، او ساعات تلاقي الرول مضروبين في هاف، هي نفس الفكره، اقسم على اثنين او امالتبلاي 1 over 2. طيب كل ده مالتبلاي 2، الله 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 الله، الفرق بين دول 2 وانا هقسم على 2 فهيروح مع بعض، يبقى هو ده الجواب. الجواب عباره عن 16 over 27. مين ده؟ ده probability الحته دي بس اللي هي less than ايه؟ 4. اهي نبص عليها less than 4، فين less than 4؟ اهي less than 4 اهي، وجبنا الرسمه وحسبناها وطلعت في الاخر ايه؟ اهي، لا مش دي، طلعت اهي، هي دي 16 كانوا قلنا عليه عملناها مع بعض. طيب طالب مطلوب تاني، ايه المطلوب تاني؟ قال المطلوب الثالث اللي انا عايزه نطلع نشوف probability ان x greater than 3 و less than 4. طب ايه المشكله؟ برضه هرسم الرسم، ادي ال 3 وادي ال 4، يبقى نمسح كده بالاستيكه يبقى هو عايز اني اريا، عايز الاريا دي بس، عايز الاريا دي بس من 3 ل 4. طب ايه المشكلة؟ اهو هطبق القانون برضه، probability ان x greater than 3 و less than 4. تفرق احط ان يكبر ولا ما تفرقش؟ تفرق احط ان يكبر ولا ما احطش؟ ما تفرقش. في الكونتينوس ما بتفرقش. يبقى بيساوي، هطبق القانون خلاص، هجيب f3 تمام، وهجيب f4 رائع، واجمعهم واقسمهم على الاثنين او اضربهم في نص، هي هي. ملتبلاي الفرق بينهم، هو الفرق بين 4 و 3 قد ايه؟ لا 4 ماينس 3 الفرق 1 مش 2، يبقى هو ده القانون. وهطبق فيه، تعال نطبق فيه نشوف حصل ايه. اهو اهو جه اف 3 زائد اف 4 اوفر 2 مضروب في الفرق بينهم. نكمل كده اللي هي الاريا دي، اف 3 راح حسبها طلعت بالرقم ده، اهي اف 3 نزلت نوم، واف 4 كنا حاسبينها قبل كده الجامعة على كذا، حسب القصه دي بقى 18 over 27 over 2 حسبها بقت 18 over، طلع 1 over 3 بالحته دي، 1 over 3. جميل حلو، طلع سهل قوي، يعني كان كل المطلوب مني في المسائل ديت يديك density function اللي هي probability distribution function بتاعت continuous variable، ويديك الديك شكلها يعني، يديك الفورمه بتاعتها، ويطلب منك شويه احتمالات وبتطبق في الرولز. ممكن يديك احتمال يتاكد لي ان كل الاحتمالات ب 1 تعملها له من اول نقطه لاخر نقطه،
يديك اي اريا في النص تجيبها له. اوكي، بس عندنا بقى ملحوظه مهمه. عرفنا خلاص خلص الدرس. اه والله خلص الدرس. ايه ده ازاي؟ ده طلع سهل قوي. لا مش قوي كده، ما تفرحش. فضل ايه؟ تقول لي الله، ما احنا في الديسكريت. ايوه في الديسكريت كنا بنجيب البروبابيلتي من البروبابيلتي ديستريبيوشن تيبل، وكمان كملنا درس بعديها جبنا حاجه اسمها الاكسبكتيشن وحاجه اسمها الايه؟ الفاريانس. طب انت دلوقتي جبت البروبابيلتي بس، هو بيديك البروبابيلتي دنسيتي فانكشن مش انت اللي بتجيبها، وبتجيب منها شويه بروبابيلتي. ايوه صح. طب انا ما ينفعش احسب له كمان المين والستاندرد ديفيشن او الفاريانس لهذا المتغير اللي نوعه ايه؟ كونتينوس. هو ينفع بس مش عليك. والوريه الثانيه هو ينفع بس مش عليك. ليه؟ لان بنقول المين اهو اند ستاندرد ديفيشن اور فاريانس فور كونتينوس راندوم فاريبل ريكوايرد سم ماثيماتيكال كونسبت، تعتمد على كونسبت اسمه الانتجريشن which beyond the scope of this course. هو ايه؟ هو مش عايز يدخلك في موضوع الانتجريشن. منكم بقى بيدرس ماس مش موضوعك، لان في ناس معاك ادبي وبرضه بياخدوا الايه؟ الاستاتستيك. اوكي؟ جميل. يبقى اذا انا مش عليا احسب الاكسبكتيشن ولا الفاريانس ولا ستاندرد ديفيجن بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع الكونتينوس راندوم فاريبل. افهم من كده ان اي مساله هيقول لي احسب الكلام ده هيكون المساله ايه؟ ديسكريت مبدئيا لغايه دلوقتي. طب نشوف اكزامبل اصعب شويه بس على نفس الفكره، واتفقنا خلاص دايما في الكونتينوس راندوم فاريبل هيديني فورمة عمره ما هيجيبها لي في تيبل، ما يقدرش يحطها في تيبل لانه عدد لا نهائي من القيم للكونتينوس راندوم فاريبل. اوكي، بيقول ايه بقى؟ بيقول اف اكس كونتينوس راندوم فاريبل اتس دينستي فانكشن اهي، مديهاني بس مديهاني سخيفه. ليه؟ مديهاني مش معتمد على اكس بس، امال معتمد على ايه؟ على كونستانت كمان اسمه ايه؟ يبقى انا ما اقدرش اجيب اي بروبابيلتي قبل ما اجيب الايه ده، وير ان الاكس من كذا لكذا وزيرو اذر وان. فعلا هو ساعدني، اول حاجه قال لي فايند ذا فاليو اوف ايه، يعني عشان تقدر تجيب شكل الداله دي مظبوط ناقص انك تجيب الايه. طيب جميل، بس انا عندي معلومه ممكن تساعدني ان اجيب الايه. ايه المعلومه؟ ان انا عارف ان مجموع الاحتمالات من 1 لغايه 5 لازم يساوي 1 لانها دينستي فانكشن. اقدر بالمعلومه دي اوصل اجيب قيمه ايه ان شاء الله. فهنقول الكلام ده اف اكس از دينستي فانكشن اوف راندوم فاريبل اكس في الرينج من 1 ل 5 then the area under fx between اول قيمه اللي هي x واخر قيمه اللي هي 5 لازم ايكوال ايه؟ سمعوني سمعوني، ايكوال 1. مش سامع ال1؟ اوكي. باي يوزنج ذيس انفورميشن وي كان جيت ايه؟ ممكن نجيب ايه؟ ازاي؟ هقول لك ازاي. يلا يا بطل، يلا يا بطل، بالمعلومه دي اقدر اجيب الايه؟ اديني من فضلك شكل الاف اكس. اديني يا بطل شكل الاف اكس. الاف اكس ايكوال، خلينا بالقلم الاحمر اهو، الاف اكس ايكوال، حد عارف شكلها؟ اهو شكلها، شكلها ايه؟ ايه كابيتال او سمول ما تفرقش يعني، ده كونستنت عايزين نجيبه، ايه في 6 ماينس اكس. طيب يبقى انا هاجي ان هو اقول ايه زي ما هو كتبها في اكس، في اكس ماينس ماينس ايه كتب ماينس هاي. تعال نشوفها تاني، 6 ماينس ايه؟ 6 ماينس اكس، 6 انا قريتها غلط، 6 ماينس اكس هي دي، وكانت 0 اذروايز، وكان مديني الرينج بتاع اكس فاكرينه؟ تعال نشوف رينج اكس كان من 1 ل 5، يبقى دي 1 ل 5. اوكي، اول مطلوب فايند ايه؟ اجيبها ازاي؟ اقول له بما ان دي دينستي فانكشن زي ما كان مكتوب كده هناك، يبقى probability من اول قيمه لاخر قيمه لازم يساوي 1، يبقى لازم probability ان اكس اكبر من او تساوي 1 واقل من او تساوي 5 لازم ده يساوي 1. طب انا عارف ان probability اكس اكبر من 1 بيساوي اف 1 هجيبها زائد اف 5 هجيبها واجمع الاثنين دول واقسم على الاثنين واضرب فيه في ايه؟ في كام؟ حد يقول لي في الفرق بينهم، فرق بين 5 وكده 4. طبعا المهم قوي اتاكد ان الشكل ده هيكون شكل لينير سواء متزايد او متناقص، في الغالب هو هيبقى لينير. هقول لك كده لو قصه مختلفه ايه اللي هيحصل. طيب جبنا الكلام ده نجيب، هات لنا بقى اف 1 بعد اذنك. حاضر هجيبها حالا، عوض عن اكس ب 1
6 minus 1 ب 5 يبقى 5A. وهات لنا اخر F ل F 5 عوض عن X ب 5 يبقى 6 minus 5 1 يبقى A بس. حلو، يبقى هنا هيديني ده 5A زائد A، كل ده هيتقسم على الاثنين ومالتبلاي 4 يبقى 5A و A يبقى 6A مالتبلاي 2 مالتبلاي ديفايد باي 2 اسف مالتبلاي 4. طيب قاسم دي مع دي تروح يبقى هنا 2 2 في دي يطلع الجواب 12A بيساوي 1. اوبا، اوصل منها ان ال A عبارة عن كام؟ 1 over 12. حلو، يعني اقدر اشيل دي واحط 1 over 12. اذا ال fx بقى اللي هو كان مديهالي شكلها الحقيقي بعد ما اكتملت هي 6 minus x over 12. امتى؟ لما x من 1 الى 5، ده شكلها و 0 otherwise. حلو، يبقى انا جبت شكل الداله دلوقتي لانها معتمد على x بس. الدنسي فانكشن لازم تكون فيها x او ثوابت، يعني ارقام واضحه ما يبقاش فيها كده unknown. ده اسمه unknown. الايه ده اسمه unknown. حلو، يبقى انا اقدر اعمل كده دلوقتي. اصبحت مسالتي بعد ما اكتملت ان fx equal، فين المساله؟ اهي 6 minus x over 12، عندي كانت قيمه الايه 1 على 12 لما الx اكبر من 1 واقل من 5 وقيمتها ايه؟ 0 otherwise. هو عايز ايه بقى؟ خلاص كده جبنا الايه اللي هي كانت طلعت 1 على 12. جميل، نبص هنا برضه عشان تبقوا ماشيين معايا اهو، ان الايه طلعت 1 على 12 ويبقى ده الفانكشن بقى ده شكلها السليم. عايز ايه منها بقى بعد ما جبنا شكلها السليم مكتمل بعد ما جبنا الانون؟ ايه عايز؟ ايه عايز؟ بيقول لك نطلع نشوف مطلوب. عايز probability ان x greater than or equal 3. حاضر، يعني يا سلام، دي اسهل حاجه. عايز probability ان x greater than or equal 3 equal. طيب هو اخر حاجه ليها 5، يبقى كان دي بتساوي probability ان x greater than or equal 3 بس اقل من مين؟ من ال 5. مش ممكن تعدي ال 5. طبعا لو انت حاولت ترسم ده، اوكي، حاولت ترسمه هتلاقي ان هو ايه هياخد شكل خط كده ايه مستقيم ماشي. فانت عايز من 3 الى 5، عايز الاريا دي. جميل، المشكله هتبقى نجيبها، هنجيب اف. طبعا ممكن اكتبها بطريقه اشيك من كده، وعايزها جريتر ذان 3 يبقى اقدر اقول probability ان اكس، اكتبها كده جريتر ذان 3 وليس ذان 5، برده صح فرقتش، المهم انها اكبر من الصغير واقل من الكبير. طيب فاروح اجيب اف الاول f3 واشوف هتطلع بكام، واجيب f5 واشوف هتطلع بكام، واطبق في القانون بتاعنا. طيب f3 بكام؟ يلا نعوض ب 3. 6 minus 3 ب 3 over 12 يبقى 3 over 12، يعني دي 3 over 12. طب لما اعوض ب 5، 6 minus 5 ب 1 over 12 يبقى 1 over 12. يعني واضح ان منظر الدالة دي هيكون مش كده، هيكون العكس كده، يعني هي ماشية كده من 1 الى 5، وانت عايز greater than 3 يبقى عايز الدالة دي. طب ليه شكلها انا قلت شكلها كده مش العكس؟ عشان عند ال 3 قيمة الفانكشن اعلى من قيمة الفانكشن عند ايه؟ عند ال 5، فهي نازلة كده. اوكي، جبنا دول، يلا بقى طبق. يبقى ده هيساوي، هقول f 3 بلس F5 كل دول مقسومين على 2 ملتبلاي الفرق بين ال5 ماينس ال3 كبير ماينس الصغير اللي هو هيطلع ب2، هتقوم ال2 رايحة مع 2، يبقى خلاص كفاية ان اجمع دول. F3 كانت 3 over 12 بلس F5 كانت 1 over 12 يتجمعوا يبقى 4 over 12 يطلع جواب 1 over 3. يبقى الاريا اللي كان عايزها دي من 3 ل5 1 over 3. تعال نبص على الحل برضو، ننزل كده اهو، اهو probability x اقل من اللي هي قلت لك شكلها هيبقى كده، وهو عايز من 3 ل 5 الحته دي، طلع 4 over 12
الفعل لو اختصرناها هتبقى 1 over 3. ده كلام جميل جدا، مفيش اي حاجة. على المسألة دي وقلة أدبها. على المسألة دي وقلة أدبها. إيه؟ هنا عمل حاجة خطيرة. قسم الـ probability density في حتتين. السؤال المهم، قال إن الـ function دي الـ density مالها بقى؟ طب والله يا ابن حلال، تعالى هنا نروح للدرو، نقي اللون الأحمر، أهو كاتب لي fx، مديني شكلها. بس شكلها غريب شوية، هي فورملا بس متقسمة في حتتين. مفيش مشاكل. هبتدي أشوف كل حتة شكلها هيبقى عامل إزاي. لأن يهمني قوي عشان أطبق بالرول اللي بجيب بيها probability باستمرار. كويس؟ إن يكون الدالة يا إما increase يا إما decrease. لكن لو هي مش محققة كده أهو، لازم أشتغل على الحتة الـ increase لوحدها وأشتغل على الحتة الـ decrease لوحدها. لو حصل الكلام ده. تعالوا نجيب كده الـ إيه؟ الـ whiteboard بتاعتنا. اهي اهي، وبيقول ان اكس من 0 ل 1، ادي 0 اهو يا عم، وادي الواحد اهو. ماله بقى من 0 ل 1؟ قايل ان قيمه الفانكشن دي بتساوي اكس اهي. يعني ايه اكس؟ يعني لو هي قيمتها 0 يبقى قيمه الفانكشن 0. طب لو هي قيمتها 1، نيجي عند 1 اللي هو قيمه الفانكشن 1. تخيل ان دي كده عباره عن 1، وبالتالي هعمل الخط ده. حلو، يبقى انا هنا برسم اكس وهنا برسم اف اكس. جميل. وبعدين قال لي ايه؟ قال لي من 1 ل 2 بقى. ايوه، من 1 ل 2 ايه الحكايه؟ بتساوي 2 ماينس اكس. يعني ايه؟ يعني لو اكس ب 1 مثلا، نشوف اول واحده، يبقى 2 ماينس 1، 2 ماينس 1 ب 1. يبقى هنا اهو برضه لسه. طيب وبعدين عند 2، 2 ماينس 2 ب 0، يبقى يرجع هنا هو عند ايه؟ عند الزيرو. عند 2 ترجع قيمة الفانكشن تاني ايه؟ يمشي كده الشطار 0. هو ده شكل الايه؟ الدينستي فانكشن، هو ده شكل الاف اكس. جميل. ايه المشكلة؟ لا مشكلة، خد بالك ان لو طلب منك مثلا احتمال في الحتة دي، من الحتة دي للحتة دي، مفيش مشكلة، ممكن تطبق القانون، لأنها الحتة دي كلها ايه؟ متزايدة. لو طلب منك في الحتة دي برضه مفيش مشكلة. ليه؟ لأن الحتة دي كلها ايه؟ متناقصة. المشكلة ممكن تقابلك، تقابلني فين بقى المشكلة؟ عايز اعرف. كنترول زد نشيل الكلام الجميل ده كله. اوكي اهو، جميل. المشكلة ممكن تقابلك فين؟ هقول لك ممكن تقابلك فين. لو طلب منك البروبابيلتي ده الحتة دي، متقدرش تطبق الرول. ليه؟ لأن في منطقة زايد وفي منطقة ايه؟ بينزل. طيب لكن ممكن تقسمها لحتتين، فتجيب الاول دي لوحدها وتجمع عليها الحته دي. اوكي، يعني هي دي مشكله المساله. هي دي مشكله المساله. طيب ماشي، هاخد بالي من الكلام ده. نشوف المساله، رسمنا المنظر اهو وخدنا بالنا ان في تريك هنا اهو. بيقول لك بروف ان اف اكس از دينستي فانكشن. طب سهل قوي، اثبت ازاي ان دينستي فانكشن؟ ان البروبابيلتي من اول نقطه لاخر نقطه لازم يساوي 1. يبقى انا هروح اثبت ان probability ان اكس اكبر من الزيرو او تساوي، ما تفرقش، واقل من او يساوي 2، واشوف ده هيساوي كام. لو طلع ب 1 يبقى هي ايه؟ دينستي فانكشن. طب نشوف، تعالى نجيب. الله، ده probability من 0 ل 2 يعني عايز اجيب المساحه دي كلها. الحقيقه طبعا، ممكن اعملها بطريقه ظريفه جدا. ما هي probability انا عارف انها الاريا اندر كيرف، يعني كاني عايز اجيب الاريا دي كلها. عايز اجيب الاريا دي كلها. طب ما الاريا دي هي اريا بتاعت مين؟ بتاعت ترينجل. يبقى اذا بتساوي هاف في البيز. البيز بكام؟ ب 2. يبقى في 2 ملتبلاي الهايت. الهايت بكام؟ تعال نشوف الهايت بكام. الهايت ب 1. هي دي الاريا كلها بتاعت الترينجل ده. ايوه، يبقى يطلع الجواب ايه؟ 1. اوبا، يعني probability من 0 ل 2 بتساوي 1. اذا نقدر اقول له كده على طول ان الاف اكس دي مالها is density function، وخلص اول مطلوب. حلو. واحد يقول لي بس انا
ممكن ما تجيليش الفكره ديت وابقى واخد بالي ان ده عباره عن تريانجل واجيب الاريا بتاعته. طيب ما جالكش الفكره ديت، هتعمل الاتي. ايه هعمل الاتي ازاي؟ هتشتغل الحته دي لوحدها زائد الحته دي وتجمعهم على بعض. طيب ازاي؟ هقول لك ازاي. هتيجي في الاريا دي عشان تجيب المساحه دي كلها، هتقول ان probability، خلينا نجيب القلم الاحمر الجميل، probability ان اكس مالها، او خلينا اهو زيرو اكبر من الزيرو واقل من 1 لغايه 2، اسف، دي عباره عن حتتين، probability ان اكس اكبر من زيرو واقل من 1 والدنيا فيها ماشيه زي الفل اهي، بلس probability ان اكس اكبر من 1 واقل من 2 والدنيا فيها ماشيه زي الفل اهو، وكل واحده من دي اجيبها بالرول عادي خالص. طيب فهمتك، يعني انا هروح اعمل كده اهو. ايه؟ هقول لك هتعمل ايه؟ هتقول اهو probability، انا عايز اجيب الاول واحده probability ان اكس زي ما اتفقنا من 0 ل 2 يبقى هيساوي probability ان اكس اكبر من 0 واقل من 1 بلس probability ان اكس اكبر من 1 واقل من 2. هنمسك دي عشان نحسب البروبابيلتي ده لازم نجيب شويه حاجات. ايه شويه الحاجات؟ نجيبها على جنب اهو. لازم اجيب اف 0 اشوفها بكام، واجيب اف 1 واشوفها بكام، واطبق الرول. طيب ده بالنسبه للحته دي بس، نجر خط. طب وعشان نجيب الحته الثانيه دي برضه محتاج اجيب اف 1 ايوه واف 2 ايوه واطبق الرول. طيب ماشي، يبقى نيجي عند دي، تعال نجيب اف 0. اف 0 هنعوض عند الفانكشن ب 0، يبقى اف 0 ب 0 نكتب هنا 0. طب واف 1 نعوض عند الفانكشن ب 1 يبقى اف 1 ب 1. طيب خلاص دي مش هجيبها تاني بقى، ما عرفت ان اف 1 ب 1. فاضل لي اجيب اف 2. اجيب اف 2 منين؟ هعوض في المكان انها ايكوال 2 اهي في دي 2 ماينس 2، الله 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 طلع ب 0. جميل، ايه المشكله؟ يبقى probability ده هيساوي أول واحدة F0 ب0 بلس F1 ب1، هجمعهم وأقسمهم على 2 وأضربهم في الإيه؟ البعد ده اللي هو 1 ماينس 0، 1 ماينس 0 ب1 بلس حاجة عندي دي، هجيب F1 اللي هي كانت بكام؟ كانت ب1 بلس F2 اللي هي كانت ب0 وأقسم ده على 2 واضربه في البعد بين الاثنين دول هو 1. حلو، هيطلع الجواب ايه؟ هنا هيطلع هاف بلس هاف ايكوال 1. الله، يعني probability من اول المدى لاخر المدى طلع ب 1. ليه؟ للفانكشن اللي كنا بنتكلم عليه. يبقى اذا اف اكس از density function. ده كان مطلوب، تعال نروح نشوف. ايوه بروف ذات ان اف اكس از دينستي فانكشن. خلاص اثبتنا. طيب ده كلام جميل. ايه المطلوب الثاني بقى؟ كالكوليت بروبابيلتي ان اكس ليس ذان هاف او 1 اوفر 2. طيب مفيش مشاكل، هو عامل كده اهو. بروبابيلتي ان اكس less than half. لو تفتكر لو كنت راسم رسمه كده عشان ما ننساهاش بس اهي، وكانت هنا 1 وكان هنا 2 وكان هنا 1 وكان المنظر عامل كده وبعدين نازل كده. لو تفتكر هو بيقول less than half، half دي هنا اهو، يعني هو عايز الجزء ده. طيب هو ده الجزء في حته لوحدها كده على بعضها، ان هي increase او decrease، دي في حته حلوه على بعضها. جميل، يبقى اقدر اقول ان ده عباره عن، وعايز less than half، يبقى كاني بقول probability ان الاكس less than half و greater than 0. حلو، يبقى ده قانونها سهل قوي. عشان اجيب probability ده هجيب f 0 اوكي زائد f half اوكي، كل ده مقسوم على 2 اوكي، في الفرق بينهم، الفرق بين الهاف والزيرو اللي هو هاف. طيب يبقى عشان احل دي محتاج على جنب اجيب اف 0. طبعا اف 0 جبناها قبل كده 50,000 مره وكانت ب 0 عند النقطه 0 قيمه 0. طب واف هاف؟ نروح نعوض بقى في الفانكشن عند هاف،
اكس من 0 ل 1 يبقى هاف هتبقى في المنطقه دي. نعوض هنا اكس بهاف يبقى الجواب هيطلع هاف، يبقى اف هاف هتطلع بهاف. جميل. يبقى البروبابيلتي اللي انت كنت عايزه ده اللي مكمل معانا اف 0 عباره عن 0 بلس اي بلس هاف، كل ده مقسوم على 2 مضروب في ايه؟ في هاف. اوكي، طبعا هتعمل الكلام الجميل ده بالكالكوليتر كويس، لكن انت ممكن تعمل حاجه ظريفه ان واضح ان ده مضروب كل ده في واحد على هاف. طيب كان الجواب ده هيساوي ايه بقى؟ نروح نجيب كده الكلام الجميل ده من هنا على طول. اهو اكس فين؟ لما جبنا الحته من ده كل ده الحلول بتاعتنا، لما جبنا من 0 ل 1 وبعدين لما جبنا من 1 ل 2 وجمعناهم على بعض، فاكرين الحل؟ اوكي. يبقى ده نصف هنا بقى ده من 0 ل هاف، عوضنا بالكلام الجميل ده للحته اللي هو عايزها ديت. جميل. يبقى هتبقى عباره عن ايه؟ 0 بلس هاف اوفر 2 ملتبلاي هاف، هيطلع الجواب 1 اوفر 8 ان شاء الله. طبعا الكالكيتر هيطلع لك الكلام الجميل ده. والله مش عايز اطلعه بالكالكيتر، الموضوع سهل اهو. ادي هاف ديفايد باي 2 ملتبلاي هاف. جميل. هتبقى القصه ايه؟ هو الهاف لما نقسمها على 2، عندك نص بتقسمه على 2 هيبقى ايه؟ هيبقى 1 اوفر 4. ده كله مضروب في 1 اوفر 2 يطلع الجواب 1 اوفر 8 لو انت عايز تعملها بايديك. اوكي. طلب مطلوب تاني؟ اه طلب مطلوب تاني. ايه المطلوب التاني؟ وهو المطلوب، سمعوني كده، السخيف. ايه بقى المطلوب التاني؟ نطلع نبص فوق. هنعرف سخيف ليه؟ عايز probability ان اكس greater than half و less than 1 over 5. 1 plus 1 over 1 over 5. اوكي. طيب نعمل حاجه ظريفه. ادي الهاف اكس اهي، وان هو كان ايه؟ 1 بلس 1 اوفر 5. دي ممكن نعمل ايه؟ نضرب ده في ده ب 5 ونجمعه على ده، يبقى كان الجواب كان هو عايز ده واكس ليس ذان 6 اوفر 5. هو ده هو اللي فوق. عايز البروبابيلتي ده. حاضر. probability ان اكس greater than half وليس ذان 6 اوفر 5. المشكلة بقى لو تفتكروا الرسمة، اهي الرسمة كان كده اهو لغاية ال1، ومن ال1 لل2 نزل تاني، كان هي دي المنطقة. المشكلة ان ادي الهاف. حاضر، ادي الهاف وادي 6 اوفر 5، هتبقى في الحتة دي تقريبا هنا مثلا، ما هي اكتر من 1. 6 اوفر 5 ده اكتر من 1 يعني الناحية دي، ادي 6 اوفر 5. لو جبنا الاريا دي هتبقى عندي مشكلة، مش هقدر اطبق الرول على طول. ليه؟ لانها في منطقه طالعه وفي منطقه نازله. طب الحل ايه؟ هقسمها زي ما عملنا هناك برضه قبل كده. هنقول دي عباره عن probability ايه؟ ان اكس مالها بقى؟ في الحته دي. تعال نغير لونها اهو، في الحته دي. الحته دي منين؟ من هاف ل 1. طيب يبقى اكس، نرجع القلم الاحمر، اكبر من هاف وليس ذان 1 بلس حته ثانيه هيطلع على بعضها اهي، هعملها بالعرض عشان تبان الفرق، اللي هي دي اللي هي من 1 لكام؟ ل 6 اوفر 5، ويتجمعوا على بعض. يبقى هنا اهو نجيب الثانيه probability ان اكس greater than 1 وليس ذان 6 اوفر 5، يتجمعوا مع بعض هيدوني الحته اللي هو كان عايزها، بس لازم اقسمهم. عشان احسب دي هضطر اروح اجيب اف هاف اوكي بلس اف 1 اوكي، واجمعهم واقسم على 2 واضرب في الفرق بين ال 1 والهاف اللي هو هاف بلس هنا. عشان اجيب دي هجيب اف ال 1 اوكي بلس اف ال 6 اوفر 5 اوكي، واجمعهم على بعض واقسم على 2. ما ده الرول في الفرق بين ده وده، 6 اوفر 5 عايز تشيل منها 1. ممكن تبص لل 1 دي على انها ايه؟ ممكن نعتبرها 5 اوفر 5. ماشي، يعني كان الكلام ده هيبقى لي بس 1 اوفر 5. ماشي، يبقى الفرق بين ده وده 1 اوفر 5. واحسب بقى الكلام ده كله، هو ده البروبابيلتي اللي هو عايزه. طيب بما ان ده البروبابيلتي عايزه، حاجه على جنب هنا بقى، اجي للحته دي افضيها كده شويه، اهي الاستيكه، وافضي الحته دي، هات الاستيكه اهي،
افضي دي افضي دي افضي دول افضي كده افضي دي افضي دي افضي دي كمان امسح كده واحاول استغلها. ممكن اشيل دي كمان افضي لي مساحه اكبر. تمام 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 تمام. واجي هنا بقى اجيب القلم تاني واروح اجيب اف هاف اشوفها بكام، واجيب اف 1 اشوفها بكام، واجيب اف 6 اوفر 5 واشوفها بكام عشان اعوض بقى في الرولز عشان اخد دول كلهم. اف هاف لو رجعنا هنا هنلاقي ان اف هاف لو طلعنا فوق شويه عند الهاف بهاف يبقى دي بهاف. كنا جبناها قبل كده باي ذا واي. طب واف 1 عند ال 1 الفانكشن اف 1 ب 1 اوكي. طب واف 6 على 5 دي اكتر من 1، 6 على 5 يعني في المنطقه دي يبقى 2 ماينس 6 اوفر 5 اوكي. طيب ممكن ال 2 دي احطها في صوره 10 اوفر 5 ماينس 6 اوفر 5، لما اطرحهم من بعض هيطلع الجواب ده 4 اوفر 5. مين ده؟ دي قيمه الفانكشن عند. طيب جميل نطبق بقى، يبقى هيساوي تعال نجرب ادي هاف بلس اف 1 ب 1 اوكي. هنجمع دول ونقسم على الاثنين ونضربها في هاف بلس اف 1 كاتب ايه ب 1 اوكي بلس اف 6 اوفر 5 كاتب 4 اوفر 5 يبقى بلس 4 اوفر 5. كل ده هقسمه على الاثنين وملتي بلاي 1 اوفر 5. نحسب الحسبة. تعال نبص كده ايه النتائج اللي طلعت معانا اهو. تو سيف تايم اهو قسمناها حتتين لو تفتكروا. اوكي ادي الرسمة هي قدامك. اوكي اول واحدة تطلع 3 اوفر 8 الجزء اللي هو من هاف ل 1 خليه معانا، وزي ما قلنا هاف بلس 1 اوفر 2 ملتبلاي هاف. لو رجعنا الرسمة اهو هاف بلس 1 اوفر 2 ملتبلاي هاف. جميل نيجي للجزء الثاني اللي هو ده اف 1 جميل هيبقى ايه القصه دي اوكي 1 بلس 4 اوفر 5 والله انا كاتب كده 1 بلس 4 اوفر 5 قدامكم. كل ده يتقسم على 2 ملتبلاي 1 اوفر 5 ملتبلاي 1 اوفر 5. طيب هيطلع بكام بقى المقدار ده؟ المقدار ده هيطلع ب 9 اوفر 50 يعني ده المقدار ده كله اهو ب 9 اوفر 50 بلس. والمقدار ده كان طلع بكام؟ نرجع نشوف كده اهو ب 3 اوفر 8 ده هيطلع ب 3 اوفر 8. شوف بقى بالكالكليتر تجمعهم مع بعض هيطلع لك جواب هنا اهو هو probability ان x greater than half و less than 6 اوفر 5. يطلع مجموعهم بكام بقى يا بطل؟ طلع رقم عجيب كده مش قضيه 1 1 1 over 20. جميل في اكزامبل كمان. ايوه في اكزامبل كمان على الايه الكونتينوس راندوم فاريبل. تعال نشوف الاكزامبل الثاني. هنعمل هنا فايل نيو بورد. الاكزامبل بيقول ايه؟ هننزل كده نروح له اهو. بيقول ايه if x is a continuous random variable whose probability density function is. واديني شكلها. الله مديني شكلها وزي الفل جميل. بس شكلها ده المفروض يكون ارقام او يكون في اكس، ما ينفعش يكون في كي ناقص كده لازم اشوف حل دي. وقايل لي ان اكس من 1 ل 4 جميل. بيقول لي find the value of كي هو ابن الحلال اهو. حتى لو ما قالش لازم اجيب الكي دي عشان اجيب شكل البروبابيلتي الدينستي فانكشن صح. جميل وانا عارف انها من 1 ل 4 يبقى انا عارف ان الفانكشن دي لو جبت probability انا عارف كده ان انا لو جبت probability ايوه ان اكس جريتر ذان 1 وليس ذان 4 لازم ده يطلع بيساوي 1 لان بيقول انها دينستي فانكشن. من المعلومه دي الخطيره هتلاقيني هوصل لايكويشن اقدر اجيب منها قيمه الايه؟ الكي. دي مهمه قوي هو عايزها اوريدي. فايند فاليو اوف كي الاول قبل ما تجيب اي probability لازم تجيب الكي الاول. يعني ما ينفعش تطلع له probability بالكي لازم اجيبها له رقم. طيب جميل هعمل ايه بقى؟
هم رايح هنا اهو، هقول عشان اجيب دي يبقى هتساوي ايه؟ اف 1 اوكي بلس اف 4 اوكي، اجمعهم على بعض واقسم على 2 اوكي، واضرب ده في الفرق بين 4 و 1 اللي هو الفرق ده 3. جميل. طب ما تيجي على جنب هنا اهو، لازم اما احسب ده كله في الاخر كمان اسويه بايه؟ اسويه ب 1. طيب اف 1 بايه؟ تعال نشوف اف 1 بايه. هنعوض في الفانكشن دي ب 1. طيب يبقى 2 في 1 ب 2 بلس كي اوفر 24، يبقى 2 بلس كي اوفر 24. وعايز ايه؟ وعايز اف 4. تعال نجيب اف 4. طبعا انا عامل حاجه خطيره. ايه الحاجه الخطيره؟ ان الرول دي ما اقدرش احلها غير لما اطمن ان الفانكشن مالها يا اما في تزايد يا اما في تناقص. الحقيقه يعني هي الفانكشن الحقيقه بما انها كده لينير وفي حته واحده فخلاص هي ايه؟ هتبقى في تزايد او في تناقص. جميل. واف 4 بتساوي ايه؟ نعوض. تعالى نعوض. يبقى 2 في 4 ب 8 بلس كي. ادي 8 بلس كي اوفر 24. يبقى البروبابيلتي ده هيساوي، تعالى يا عم، 2 بلس كي اوفر 24 بلس 8 بلس كي اوفر 24، وكل المقدار ده هعمل فيه هقسمه على 2 او اضربه في هاف ما تفرقش، واضربه بعد كده. في ناس تفضل تضربه في هاف، تحط هنا هاف على طول، او ملتبلاي باي 3. حلو قوي. نجيب القصه دي ازاي؟ 2 بلس كي و 8 بلس كي لو اتجمعوا على بعض يبقى ده هيوصلني لحاجه ظريفه. 2 يبقى 10 بلس 2 كي اوفر 24، وكل المقدار ده مقسوم على 2 وملتبلاي ايه؟ 3 اللي هو الفرق. جميل. المنظر الجميل ده حاضر احطه في الشكل ده، 10 بلس 2 كي اوفر 24 ملتبلاي 3 اوفر 2. ال 3 هتختصر مع 24 دي هتديني هنا ايه؟ 24 اوفر 3 هتديني 8. اوكي، يبقى الجواب ان كل ده هساويه ب 1. 8 يبقى اذا وصلت للمعادله الجميله دي، 10 بلس 2 كي ايوه اوفر 8 ملتبلاي 2 بتساوي ايه؟ تساوي 60 ايكوال 1. اقدر اعمل كروس فاوصل لمعادله ظريفه قوي، هكتبها هنا على طول اهو، ايه؟ ان 10 بلس 2 كي ايكوال 16. هودي ال 10 هناك بالماينس، يبقى 2 كي ايكوال 6، يبقى كي ايكوال 3، واقول الله اكبر والنصر العرب ولا اله الا الله. حلو. جبنا كي، جبنا كي، اجري بسرعه ده ما جبت الكي، احط الدينستي فانكشن في شكلها النهائي بقى لانها ما فيهاش كي خلاص بقى كلها ارقام. ازاي؟ هقول لك ازاي اهو. هروح كده اهو وعامل كده اهو نيو بورد. انا كده اثبتت خلاص جبت قيمه الكي. طيب عايز اعمل ايه؟ هاخد الفانكشن دي اكتبها بقى بصوره جميله كده اهو، هكتب ان اف اكس بشكلها النهائي من غير كي بقى ولا غيره، لان انا جبت الكي عباره عن 2x بلس 2x بلس 3، انا جبت الكي اوفر 24. امتى؟ لما x greater than 1 و less than 4 وكانت بتساوي 0 otherwise. بقى شكلها كده جميل زي ما انا متعود، مفيش بقى كي ولا ايه ولا بي، هي يا اما فيها اكس يا اما فيها ارقام. جميل، فيها اكس اهو والباقي ارقام كلها نون معروف. حلو. عايز ايه بقى؟ probability ان اكس، المطلوب اللي جاي بقى اقدر اجيبه من المطلوب دلوقتي، probability ان اكس ماله greater than 3. طيب تعال نتفق اتفاقيه كده ظريفه. لو انا حطيت هنا ب 1 2 في 1 ب 2 بلس 2 بلس 3 يبقى 5 اوفر ايه؟ يعني عامل رسمه كده اهو عند ال 1 اهو، الارتفاع ده ب 5 اوفر 24. وعند اخر فاليو عند الفور ادي التو اهي وادي الثري وادي الفور، عند الفور اخر واحده هنا اهو عوض بفور، يبقى 8 بلس 8 بلس 3
يبقى كام؟ يبقى 11 over 24، يعني حتة كده بعيدة شوية 11 over 24، واطلع بالارتفاع ده لغاية هنا واوصل دول ببعض. هو ده الشكل بتاع الايه؟ الفانكشن. هو عايز probability ان x greater than 3، عايز 3 اهي وجريتر، يبقى الحتة دي. طيب يعني هو اكتر من 3 يبقى اخر حاجة وصلها 4، يبقى ده اقدر اكتبه بطريقة جديدة probability ان x greater than 3، خدوا بالكم، وليس than 4، يبقى الحتة دي. خلاص اقدر اطبق الرول. اطبق الرول ازاي؟ هقول هروح اجيب f3 ماشي بتساوي، واروح اجيب f4 ماشي بتساوي، اللي هو الحدود دي، واطبق القانون. f3 بكام؟ تعال نعوض في الفانكشن دلوقتي ان هو دي ب 3، 2 في 3 ب 6 بلس 3 يبقى 9، يبقى دي هتساوي 9 اوفر 24. طب تعال نعوض بال 4، 2 في 4 ب 8 بلس 3 يبقى ايه؟ يبقى 11 اوفر 24. جميل. عايز احسب بقى، خلاص دي هتساوي، اطبق الرول، هقول 9 اوفر 24 بلس 11 اوفر 24، كل ده هيديفايد باي 2 او ملتبلاي باي هاف، ما تفرقش. كويس. طبعا الناس اللي مش شاطره في الماس، كل ده ملتبلاي الفرق بين ده وده، 4 ماينس 3 يبقى الفرق 1. اوكي، نحسب اللي فوق دي، هتطلع اللي فوق دي عباره عن 20 اوفر 24، كل ده ملتبلاي باي هاف اللي هي دي، او ديفايدد باي 2 هي نفس المعنى، هتساوي 20 اوفر 48. المفروض يطلع الجواب ده. تعال نشوف كده اهو، تعال نجرب، ممكن يختصر فعلا، ممكن يختصر الجواب ده صح مش غلط. ايه؟ ان انا لو اختصرت ده على 4 هيديني 5، ولو اختصرت ده على 4 هيديني 12، يبقى الجواب ده صح. يبقى الجواب ده صح. نجيب القلم درو، ويبقى الجواب ده صح. جميل. خلصنا ليسن 3 في يونت 3، واللي كانت بتتكلم على الكونتينيوس راندوم فاريبل، وعرفنا ازاي هو بيديني الدينستي فانكشن، او بمعنى صح البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن بتاعه الكونتينيوس راندوم فاريبل، وبيسالني على مجموعه من الاحتمالات، او بيقول لي اتاكد انها دينستي فانكشن عن طريق ان اثبت ان مجموعه الاحتمالات من اول قيمه لاخر قيمه بيساوي 1، او يجيب لي حاجه انون فيها وانا استفدت بمعلومه ان لازم مجموع الاحتمالات كلها على الدينستي فانكشن بتساوي 1، فاقدر اجيب المعلومه الناقصه. كل دول. وتاكدنا من حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ان زي الديسكريت بنحسب اي نوع بروبابيلتي، لكن ما نقدرش ايه نجيب لا الاكسبكتيشن اللي كان اسمها ميو، ولا سيجما سكوير او السيجما. لمين؟ للكونتينوس راندوم فاريبل، لانها بتعتمد على مفهوم اسمه الانتجريشن، وده موجود يمكن بعضكم يعرفه لو كان قسم رياضه، لكن لو كان ادبي ما يعرفوش، فاذا هو مش عليكم الجزئيه ديت. انتهينا خلاص من الليسن 3 زي ما قلنا في يونت 3. خلاص هاخد ريست كده دقيقه، وابتدي احل كل المسائل اللي جت على يونت 3 اللي هي بتتكلم عن الراندوم فاريبل بانواعه، سواء كان ديسكريت او كان كونتينوس زي ما اتفقنا، او كان عايز تحسب للديسكريت الاكسبكتيشن او الفاريانس او الستاندرد ديفيجن او كوفيشن اوف فاريشن زي ما شفنا في الثلاثه لسن اللي فاتوا.